مرحبا يا أطفال، يا حلوين، كيفكن؟ أكيد أنتو هلأ نعسانين وبدكن تناموا، ومشان تناموا شو بدكن؟ بدكن تسمعوا حكاية. وأنا اليوم جاي بدكن حكاية، والحكاية شو بتقول؟ كان يا مكان في قديم الزمان، يوم من الأيام كان بالغابة في أرنب، وهذا الأرنب كتير كتير مغرور وشايف حاله، وعلى طول بشوف حاله على رفقاته اللي بالغابة الحيوانات، انه هو سريع وما حدا بيحسن يجيبه لانه هو سريع كتير، بيركض بسرعة ونظره قوي وكتير كان مغرور. فيوم من الايام هو واقف كان ناحية الشجرة، قام اجت السلحفات وهي مرأة من قدامه، قام صار يضحك عليها للسلحفات وصار شو يقول ها 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 انه انتي بطيئة وانتي ما بتعرفي تركضي مثلي وانا اسرع منك وانتي بطيئة، وصار يضحك عليها للسلحفات. السلحفات يا حرام هي هيك بطيئة، الله هي خلقها بطيئة بتمشي على مهلها. قام شو قالت للسلحفات لهذا الارنب المغرور؟ قالت له شو رأيك نتسابق انا وياك؟ قام الارنب صار يضحك كتير، قال انا بدي اتسابق انا وياكي، كيف بدي اتسابق انا وياكي اذا انتي بطيئة كتير، كيف بدك تسبقيني؟ قام اجت السلحفات قالت له جرب جرب ما بتخسر شيء. قام اجى الارنب قال له ماشي انا موافق رح نتسابق انا وياك. قالت له يلا ماشي. وقفوا عند الخط واجى الارنب صار يركض بسرعه بسرعه بسرعه، وهو عم يقول وهو عم يركض انا الارنب السريع انا الارنب السريع ما حدا بيحسن يسبقني، وهو عم يضحك عليها. وهو راكد بسرعة بسرعة بسرعة، قام تعب قبل ما يوصل على خط النهاية مشان يربح هو ويفوز. قام شو ساوى؟ قال يلا، قال السلحفات لسه مطولة لحتى توصل، رح أنام أنا هون قريب نح خط النهاية، قبل ما تجي السلحفات لهون شوي بشوفها أنا بفز وبركض نح خط النهاية وأنا بربح. فالسلحفات كانت بعيدة كتير، كان لساتها عند الخط البداية يعني مطولة لتوصل. قام الأرنب حط راسه ونام عم يستنى السلحفات لتجي وبعدين بفز هو بيسبقها. قام اجت السلحفات بعد فترة وصلت على خط النهاية وفازت السلحفات، وصلت قبل الأرنب. ليش وصلت قبل الأرنب؟ لأنه الأرنب كان نايم وما حس عليها، وهو شو قال؟ قال السلحفات بطيئة وما بتحسن توصل قبلي وأنا أسرع منها. كان مغرور كتير وبشع، ما لازم الواحد يكون مغرور، لازم يكون حباب، ولازم على طول يلعب مع رفقاته ويحكي معهم كلام حلو وما يزعل رفقاته منه، وكمان ما يزعل أخواته منه وما يعذب الماما والبابا. المهم وصلت السلحفات على خط النهاية وسبقت الأرنب. بعد شوي فز الأرنب، طلع هيك زعل كتير، لقى السلحفات سابقته وراح لعند السلحفات، طلع هيك قال له أنت كيف سبقتيني؟ قالت له أنا سبقتك، شو بدك فيني أنت كيف سبقتك؟ أنت مغرور وشايف حالك ومفكر حالك أنه أنت أسرع واحد، قالت له أنا سبقتك. قام الأرنب لأنه انزعج كتير وزعل كتير قام صار يبكي الأرنب. الأرنب صار يبكي والسلحفات صارت تضحك عليه مثل ما هو كان عم يضحك عليها، وتوتة توتة خلصت الحد توتة. حلوة ولا فتفوتة؟ إذا عجبتكم اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديو. انتوا أكيد صغار ما رح تعرفوا تعملوا هاي الشغلات كلياتها، بس قولوا للماما أو البابا أن يشتركوا بالقناة مشان أنا وتنزل قصص وحكايات جديدة انتوا تشوفوها وتسمعوها قبل النوم. تمام؟ يلا تصبحوا على خير.